را حاء باء ألف. مرحبا. كثير من الأشخاص بيفكروا إنه إذا بدهم يعلموا الببغاء النطق هي الطريقة الصحيحة، ولكن يا عزيزي الببغاء ما بيتكلم ولا بيحكي، بل هو بيقلد الأصوات بس. أوف، كيف يعني؟ أنا رح أشرح لكم. بدماغ كل طائر موجود جزء هو المسؤول عن التعلم الصوتي، ولكن يلي بيميز دماغ الببغاء عن أدمغة باقي الطيور إنه هالجزء من الدماغ محاط بقشرة من الخلايا العصبية يلي بتساعده على تعلم الكلمات يلي بيسمعها بشكل متكرر. طيب هلأ السؤال يلي رح تقولوا لي إياه إنه كيف بده يطلع هالكلمات والببغاء ما بيمتلك لا أسنان ولا شفايف لتساعده على نطق الأحرف؟ الجواب أنا قلته ببداية التقرير إنه الببغاء بيقلد الأصوات ولكن ما بيحكي. معظم الطيور بتستخدم صندوق موسيقي موجود بالجزء السفلي من القصبة الهوائية لإنتاج الصوت. أما الببغاوات فعندها قدرة مميزة اسمها كلام المريء. بتشبه عملية التجشؤ عند البشر. هالعملية بتسمح لها بتعديل حركة تدفق الهواء من وإلى الصندوق الصوتي، ومن بعدها عن طريق تحريك رقبتها وألسنتها للأمام وللخلف، بالإضافة لتعديل تطابق مناقرها لحتى تتمكن من تركيب الأصوات وإخراجها بشكل صحيح.